في صدارة المجموعة بعد فوزه على فريق النضال بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت على ملعب المحافظة. هدفا البرتقالة الدمشقية وقع عليهما كل من محمد الحسن في الدقيقة 54 وعلي رمال بالدقيقة 71 ليرفع الوحدة رصيده من النقاط إلى 9 محتلا المركز الثاني بفارق الأهداف عن الشرطة المتصدر، فيما تراجع النضال إلى المركز السادس برصيد 30 نقاط.